لم يتغير الإيقاع الحقيقة، الشعبي. كان الإيقاع الشعبي منضبط، ويعني في كل المسارات أعتقد أنه يعني حتى الخروج كان منضبط، الحرص على المصلحة الأردنية، على الأمن الأردني، انضباط في كافة التصرفات الحقيقة. أنا قد أتفهم ربما ما يحصل بطبيعة أنه الآن في ضغوط، تمام، الضغوط بتؤدي إلى إعادة تفكير بما يحصل، ولكن هل أتقبلها كسياسية أو هل أتقبلها كحزبية؟ لا أتقبلها، ولكن أنت بتعرف أحيانا يعني لا بد ممن لا بد منه، فهذا الأمر أنا لا أتقبله، هاي كلها الإلغاءات التي حصلت لا أتقبلها، ولكن ربما أفهم أن الدولة تعيش تحت ضغط كبير، وبالتالي يعني هي من يعني المسموح تلجأ السياسي أن تلجأ تلجأ إلى تلجأ هذا. إلى هذا الأمر. ولكن احنا زي ما قلت لك احنا لسنا ورقة، عندما يعني تريدنا الحكومة تستخدمنا، وعندما تريدنا يعني لا يعني تتركنا، ولذلك انا احيي حقيقة الاستمرار المستمر لليوم 17 على التوالي امام السفارة الامريكية، هذا الاستمرار اللي بيجوا فيه شباب الحقيقة من مختلف الاطياف السياسية، وما زالت رسالتهم كما بدأت منذ اول يوم. هلا في هيك اشياء، مناكشات، مناكفات، لا بأس، هذه بنتركها، ولكن نأخذ الرسالة الاعظم. والدلالة انه امبارح كانت في رسالة في منتهى الجمال من هذا الشباب الأردني، عندما قال احنا جايين من الساعة 11 الصبح بدنا نطلع يعني ننهي الاعتصام الساعة 7، لأنه احنا تعبنا والشرطة تعبت. فاحنا هؤلاء الشباب ينظروا انهم صف واحد هم والشرطة والأجهزة الأمنية وما إلى ذلك. هذه الحالة من التناغم بالعكس يجب أن يبنى عليها، ولا يجب أن تكون يعني احنا مش حديين في تعاملنا مع الحكومة، يا احنا يا هم، احنا في صف واحد، ويجب أن نبني على هذه الحالة من التوافق التي حصلت في قضية القدس لنبني على توافقات سياسية أكبر. احنا الآن على فكرة هذا التحدي لن ينتهي بهذه القضية، احنا الآن في تحدي كبير عنوان قضية القدس، ولكن ربما يعني يدخل تحديات أكبر في تحالفات الأردن السياسية فيما بعد ذلك، في خياراتنا المستقبلية، فيجب أن يكون الشعب هو درع لهذه الحكومة، وبالتالي يعني الحكومة أيضا تعينه حتى وأن يفهم، تكون العلاقة تبادلية بتغطى فيه وتشاركية. وبتغطى فيهم. صحيح صحيح، اسمح لي مش يعني أنا بس محمد كمان أنا بالإضافة بفهم